السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلابي الأعزاء، طلاب الصف الأول الإعدادي، أهلا وسهلا بكم في حصة من حصص مادة العلوم على منصة البث المباشر بوزارة التربية والتعليم. تعالوا نشوف موضوع النهاردة بتاعنا إيه. إحنا دخلنا في الوحدة الثانية اللي هي اسمها الطاقة، وإحنا في الدرس الثالث هو الطاقة الحرارية. تعالوا ناخد مع بعض نواتج التعلم. في النهاية هنعرف أو هنتعرف إيه هي مفهوم الطاقة الحرارية ودرجة الحرارة. هنعرف من خلال تجارب هنجريها إزاي الطاقة الميكانيكية بتتحول إلى طاقة حرارية. هنفسر في علاقة ما بين درجة الحرارة وسرعة جسيمات المادة. تعالوا ناخد أول جزئية في الدرس، وهي طرق الحصول على الطاقة الحرارية، أو من أين نحصل على الطاقة الحرارية. عشان أحصل على الطاقة الحرارية هي في عدة طرق هنتعرف عليها من خلال الأنشطة اللي احنا هناخدها. النشاط الأولاني بيقول لنا إن الطاقة الميكانيكية بتتحول إلى طاقة حرارية بالاحتكاك، فعشان كده عنوان النشاط اسمه تحول الطاقة الميكانيكية بالاحتكاك إلى طاقة حرارية. طب ده أنا عايزة إيه؟ يعني هجيب أدوات إيه؟ احنا عندنا أدوات وخطوات. هنجيب دراجة، والدراجة بتاعتنا هي دي الأداة اللي احنا هنعمل بيها النشاط. طب تاني حاجة اللي هي الخطوات بتاعتنا، ان انا هقلب الدراجة زي ما احنا شايفينها في الصورة، وبعدين هدور البدال بسرعة، وبعد ما بدور البدال بسرعة هضغط على الفرامل فجأة وبقوة، يعني هوقف الايه البدال بالضغط على الفرامل فجأة وبقوتي. هنلمس الفرامل والإطار بتاع الدراجة بعد ما تقف على طول. إيه الملاحظة اللي هنلاحظها؟ هلاقي فيه سخونة. مين اللي هيسخن؟ أو هلاقي فيه مين السخونية؟ إن فيه إطار الدراجة بقى سخونة والفرامل. ليه؟ نتيجة إن فيه احتكاك ما بين إطار الدراجة والفرامل. طب الاحتكاك ده نتج عنه إيه؟ نتج عنه ارتفاع في درجة الحرارة. عشان كده أما أجي أكتبها بقى في الامتحان أقول إيه الملاحظة؟ الشعور بسخونة كل من إطار الدراجة والفرامل نتيجة للاحتكاك بينهما، والذي أدى إلى ارتفاع درجتي حرارتهم. طب الاستنتاج هنا أستنتج إيه؟ إن تتحول الطاقة الميكانيكية بالاحتكاك إلى طاقة حرارية. يبقى ده اللي هو الاستنتاج بتاعي. طب أنا عندي تطبيقات حياتية على تحويل الطاقة الميكانيكية إلى طاقة حرارية. زي إيه؟ كلنا بنعملها في أيام الشتاء، أو لما أجي أمسك إيدي وأقعد أعمل إيه؟ أخلي الكف الإيدين بيحتكوا ببعض. فعشان كده بيقول إن أنا عندي الشعور بالدفء عند احتكاك كفي اليدين شتاء. طب أنا لما بحك إيدي أو كفين الإيد بتوعي بشعر بالدفء والسخونة ليه؟ يقول لي علل. يبقى ليه؟ لتحول الطاقة الميكانيكية إلى طاقة حرارية بالاحتكاك. تاني تطبيق حياتي، وإحنا أما باجي أولع عود الثقاب اللي هو الكبريت، لازم أعمل إيه؟ أخليه يحتك بالإيه؟ باللي هو الجسم الخشن اللي موجود في العلبة. طب ده ليه؟ أما يقول لي علل اشتعال عود الثقاب عند احتكاكه بسطح خشن لتحول الطاقة الميكانيكية إلى طاقة حرارية بالاحتكاك. طب لو أنا جبت مسمار وكان موجود فيه خشبة سميكة أو لوح خشبي، وجبت شاكوش، وجيت إن أنا أعمل إيه؟ أنزعه، أشيله. طب عشان كده بنقول علل سخونة المسمار عند نزعه بقوة من لوح خشبي سميك. ليه؟ لتحول الطاقة الميكانيكية إلى طاقة حرارية بالاحتكاك. احتكاك مين؟ احتكاك المسمار باللوح الخشبي وأنا بشيله. عشان كده أكتب إيه؟ لأن احتكاك المسمار باللوح الخشبي أثناء نزعه يحول الطاقة الميكانيكية إلى طاقة حرارية. طب تعالوا ناخد تاني نشاط، وهو تحول بقى. أنا عندي طاقة ميكانيكية اتحولت إلى حرارية. طب أنا عندي تحول الطاقة الحركية للأجسام إلى طاقة حرارية. طب أنا عندي أدوات إيه؟ برطمان بلاستيك، ترمومتر مئوي، كرات معدنية صغيرة متشابهة أو زي بعضها.
طب الخطوات اللي عندي ايه؟ ان انا هحط الكرات دي المعدنية في البرطمان البلاستيك، وبعدين هبدأ اجيب الترمومتر واعين درجة حرارة الكرات، وبعدين اقفل الايه البرطمان كويس باحكام، بعد كده هرج البرطمان عدة مرات بسرعة لمدة ايه دقيقتين، وبعد كده هعين درجة حرارة الكرات مرة اخرى. طب التفسير ده ايه اللي حصل او هنفسره ايه؟ ان انا عندي لما حرك او رجيت البرطمان بدأت الكرات دي ايه السرعة بتاعتها تزيد، والاحتكاك ببعضها يزيد اثناء الايه الرج، فده بيعمل على ايه؟ على زيادة طاقة حركتها. طب لما بتزيد طاقة حركتها بالتالي بترتفع درجة حرارتها. طب الاستنتاج هنا ان بدأت ان انا عندي حركة الاجسام واحتكاكها ببعضها بيؤديان الى ارتفاع درجة مين؟ درجة الحرارة. تاني حاجة ان درجة الحرارة بتتناسب بتاع الاجسام بتتناسب تناسبا طرديا مع سرعتها وبالتالي مع طاقة حركتها. هديك مثال بسيط كده، لما انت بتجري وبتجري وبتزود سرعتك بتحس ان ايه ان جسمك سخن، ان دي نتج عن الحركة بتاعتك ايه طاقة حرارية. طب ننتقل الى جزئية اخرى وهي كيفية انتقال الحرارة. طب الحرارة هل هي بتنتقل؟ نسترجع كده بمعلوماتنا من سنة ستة، ان انا خدت فعلا ان الحرارة دي طاقة او صورة من صور الطاقة. طب هي بتنتقل؟ ايوة بتنتقل. طب تعالوا نشوف نستكشف ان الانتقال او ازاي الحرارة بتنتقل من جسم لاخر عن طريق النشاط رقم ثلاثة. نشاط رقم ثلاثة بيقول لنا ايه؟ الحرارة وانتقالها. طب عشان اعرف ان الحرارة بتنتقل ولا لا هجيب كوباية بلاستيك وفيها مية من الحنفية، مية من الحنفية اسمها ماء صنبور، وترمومتر مئوي، وقطعة معدنية زي صامولة مثلا، واربطها في ايه؟ في خيط، وهجيب كاس وبيه مية مغلية. الخطوات اللي عندي اول حاجة ان انا هجيب القطعة المعدنية اللي هي الصامولة وهربطها بالخيط واحطها في الكاس اللي فيه مية مغلية لعدة دقائق. بعد كده هقيس درجة حرارة المية السخنة، ودي هي بتعتبر برضو درجة حرارة القطعة المعدنية. هجيب كمية مناسبة من مية الحنفية أو ماء الصنبور في كوباية، وهقيس درجة حرارة الماء اللي في الكوباية. يبقى أنا كده عندي الصامولة حطيتها في مية سخنة، وبعدين قمت جايبة ترمومتر شفت درجة الحرارة بتاعت الصامولة لقيتها هي بتاع مين؟ بتاع المية السخنة، وجبت إيه؟ كوباية تانية فيها مية من الحنفية، وإيه؟ وقست درجة حرارتها. وهقوم جاية بعد كده أرفع الصامولة أو القطعة المعدنية من المية السخنة بواسطة الخيط، وبعدين أحطها في الكوباية اللي فيها مية الإيه؟ الصنبور، وهنتظر عدة ثواني. هعيد بعد كده قياس درجة حرارة المية اللي في الكوباية بعد ما إيه؟ ما شلت الصامولة السخنة أو القطع المعدنية السخنة حطيتها في المية بتاع مين؟ بتاع الصنبور أو الكوباية اللي فيها مية الصنبور. هلاحظ إيه اللي هيحصل لدرجة حرارة القطعة المعدنية ومية الصنبور بعد ما حطيت القطعة المعدنية وهي موجودة فيها. هنلاقي الملاحظة ايه؟ هلاقي ان فيه بدأت ان مية الحنفية اللي ماء الصنبور بترتفع درجة الحرارة بتاعتها بعد ما حطيت مين؟ القطعة المعدنية الصامولة. طب وايه اللي حصل برضو؟ لقيت ان انخفاض درجة حرارة القطعة المعدنية اللي هي الصامولة بعد ما حطيتها في ماء الصنبور. طب نفسر كده ايه؟ ان الحرارة او السخونية اتنقلت من الصامولة او المية اللي هي القطعة المعدنية الى ماء الايه؟ الصنبور. يعني برضو الاحظ ايه؟ ان درجة حرارة المية لما حطيت الصامولة السخنة اكبر من درجة حرارة مية الايه؟ الصنبور قبل ما احط الصامولة، بس في نفس الوقت اقل من درجة حرارة المية الايه؟ المغلية. طب الاستنتاج عند تلامس جسمين مختلفين في درجة الحرارة
تنتقل الحرارة من الجسم الأعلى في درجة الحرارة إلى الجسم الأقل في درجة الحرارة، ويستمر انتقال الحرارة حتى تتساوى درجتي حرارتهما. طب تعالوا هنا أديك مثال على كده قبل ما ناخد تعريف أو نعرف تعريف الطاقة الحرارية. لو أنا جيت، وده المثال اللي احنا خدناه في منهج سنة ستة، لو أنا عندي كوباية شاي سخنة وقمت ماسكاها بإيدي، بلاقي إن إيدي بقت سخنة. ليه؟ لأن أنا عندي عشان الحرارة دي تنتقل لازم يكون في جسم أعلى درجة حرارة وجسم أقل في درجة مين؟ الحرارة. زي بالظبط ما خدنا، لو جيت مسكت حتة تلجة فبشعر بالبرودة بإيدي. ليه؟ لأن إيدي أكتر حرارة من مين؟ من حتة التلجة، فالحرارة اتنقلت من إيه؟ من إيدي اللي هي السخونية أكتر إلى حتة التلج اللي هي أقل إيه؟ أقل حرارة. من هنا نعرف الطاقة الحرارية، وهي عبارة عن صورة من صور الطاقة تنتقل من الجسم الأعلى في درجة الحرارة إلى الجسم الأقل في درجة الحرارة. طب أنا عندي درجة الحرارة إيه هي؟ قال لنا درجة الحرارة كنا معرفينها في سنة ستة، اللي هو مؤشر أو علامة بتقول لنا إن الجسم ده سخن ولا لأ، لكن إحنا بناخد التعريف اللي هو الحالة الحرارية للجسم. يعني الجسم ده يعني إيه حالته الحرارية؟ هو سخن ولا بارد؟ يبقى نفهم كلمة معنى الحالة الحرارية للجسم، التي يتوقف عليها اتجاه انتقال الحرارة منه أو إليه عند ملامسته لجسم إيه؟ لجسم آخر. ويبقى ده تعريف درجة مين؟ درجة الحرارة. سؤال بيقول لي ماذا يحدث عند تلامس جسمين أحدهما ساخن والآخر بارد؟ أنا عندي جسمين لمستهم، بس واحد سخن والتاني بارد، يبقى تنتقل الإيه؟ هتنتقل الحرارة من الجسم الساخن اللي هو الأعلى في درجة الحرارة إلى الجسم البارد اللي هو الأقل في درجة الحرارة حتى تتساوى درجة حرارتهما. طب ماذا يحدث عند تلامس جسمين لهما نفس درجة الحرارة؟ يبقى إيه اللي هيحصل؟ لا تنتقل الحرارة بينهما. ليه؟ وبأكد تاني إن علشان تنتقل الحرارة لابد من وجود إيه؟ فرق في درجة الحرارة، يعني واحد جسم سخن والتاني جسم إيه؟ بارد، عشان تنتقل إيه؟ الحرارة. طب إحنا عندنا إن في طرق بتنتقل من خلالها الحرارة. أنا عندي ثلاث طرق مختلفة عشان تنتقل الحرارة، وهي أول حاجة طريقة انتقال الحرارة بالتوصيل، ودي بيتم من خلال بعض الأجسام الصلبة. اتنين، انتقال الحرارة بالحمل خلال الأوساط السائلة والغازية. تلاتة، انتقال الحرارة بالإشعاع خلال الأوساط المادية وغير المادية اللي هي الفراغ. يبقى أنا عندي كم طريقة لانتقال الطاقة الحرارية؟ عندي ثلاث طرق: انتقال الحرارة بالتوصيل، انتقال الحرارة بالحمل، انتقال الحرارة بالإشعاع. طب تعالوا ناخد أول طريقة وهي انتقال الحرارة بالتوصيل. عندي النشاط رقم أربعة بيقول انتقال الحرارة بالتوصيل. أنا عندي الخطوات بتاعتي، هعمل إيه؟ هجيب ملعقة معدنية وحطها في كوباية مية سخنة، وبعدين هلمس بإيدي طرف الملعقة. الملاحظة هلاحظ إيه؟ الشعور بسخونة الملعقة. طب الاستنتاج إن أنا عندي إن الحرارة اتنقلت بالتوصيل خلال بعض الأجسام الصلبة زي الملعقة المعدنية من طرف لآخر. وده زي إيه؟ زي بالظبط لما باجي أحط طبق على النار وأحط فيه معلقة واسيب المعلقة، وطبعا طبعا على النار ان انا بسخن اي حاجة يعني. فلو جيت مسكت الملعقة او المعلقة بايديا بلاقيها ايه؟ سخنة، وهي محطوطة في الطبق اللي موجود على ايه؟ على النار. طب نستنتج من كده ايه؟ ان في انتقال الحرارة بالتوصيل. طب انتقال الحرارة بالتوصيل هو عبارة عن ايه؟ انتقال الحرارة خلال بعض الاجسام الصلبة من الطرف الأعلى في درجة الحرارة إلى الطرف الأقل في درجة مين؟ درجة الحرارة.
زي بالظبط ما قلنا، لو انا جيت مسكت المعلقه وهي محطوطه في الطبق بلاقي دي ماده صلبه او جسم صلب، بلاقي ان الحراره انتقلت من اللي هو عين البوتاجاز وصلت لي فين؟ للطرف المعلقه الاول، وبعد كده وصل او الحراره توصلت لمين؟ للطرف الثاني اللي انا وجيت ايه؟ مسكت، اللي هو الاقل في درجه مين؟ الحراره. عندي تطبيق حياتي على انتقال الحراره بالتوصيل، وهو ان انا عندي معظم اواني الطهي بتتصنع من النحاس او الالومنيوم. طب يجي يقول لي سؤال هنا علل، تصنع معظم اواني الطهي من النحاس او الالومنيوم، وده كنا واخدينها في اول درس او اول وحده، لان الالومنيوم والنحاس من المواد جيده التوصيل للحراره. نكمل بقى، حيث تنتقل خلالهما حرارة الموقد من نقطة إلى أخرى إيه؟ بسرعة. عشان كده إحنا بنقول إيه؟ انتقال الحرارة بالتوصيل. يبقى إحنا كده خدنا النهاردة انتقال الحرارة بالتوصيل، وإن شاء الله نكمل الطريقتين بتوع انتقال الحرارة الحصة القادمة. نيجي ناخد بقى السؤال والجواب بتاعنا ونشوف ونركز مع بعض. أول سؤال بيقول لي اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. احنا نكون متعودين احنا بنفهم ونفسر السؤال علشان نقدر نتوصل للإجابة، ما يبقاش في حفظ، تمام كده؟ طب أول سؤال بيقول لي ايه؟ تتحول الطاقة الميكانيكية إلى طاقة حرارية بواسطة المولد الكهربي، السخان الكهربي، احتكاك الأجسام المتحركة ببعضها، المحرك الكهربي. هنلاقي ميكانيكية، هنختار الاختيار احتكاك الأجسام المتحركة ببعضها، لأني لما بحك إيدي فكر كده واسترجع المعلومات إن فعلا إن احتكاك الجسم أو زي كفين الإيد شتاء لما بحكهم اللي بيحصل إن يبقى في طاقة ميكانيكية اللي هي وضع وحركة، أنا عمالة وضع وحركة إلى طاقة مين؟ حرارية. اتنين، في السخانات الشمسية تتحول الطاقة الشمسية إلى طاقة إيه؟ السخان الشمسي بياخد شمس او طاقه شمسيه الى طاقه ايه؟ ضوئيه ولا كهربيه ولا حراريه ولا حركيه؟ السخان بيعمل ايه؟ بيسخن اهو بالفهم اهو، يبقى الطاقه الشمسيه الى طاقه حراريه. عند رج عملات معدنيه داخل اناء مغلق فان درجه حراره العملات، انا جيت وجبت عمله معدنيه زي الجنيه او دي اسمها عملات معدنيه، جيت وحطيتها داخل إناء مقفول وقعدت أعمل إيه؟ أرج. دي زي بتاعت مين؟ زي بتاع الكرات المعدنية. يبقى درجة حرارة العملات إلا هتحصل؟ هترتفع ولا هتنخفض ولا لا تتغير ولا لا توجد إجابة صحيحة؟ إحنا لسه قلنا قايلينها إن هي بترتفع درجة مين الحرارة نتيجة السرعة، زيادة السرعة وبالتالي طاقة الإيه؟ الحرارة. أربعة، احتكاك الأجسام ببعضها يولد طاقة كهربية، وضع كيميائية حرارية، يبقى احتكاك الأجسام بيولد طاقة حرارية. تنتقل الحرارة من نقطة إلى أخرى خلال إناء من الستانلس ستيل عن طريق الحمل فقط، التوصيل والإشعاع، الحمل والتوصيل، التوصيل فقط. هنا عايز يقول لي فكري، أنا هفكر إن أنا عندي الإناء من الستانلس ستيل، هو ده إيه؟ مادة إيه؟ مادة صلبة، صح؟ يبقى هنا هتنتقل الحرارة عن طريق مين؟ التوصيل فقط. ننتقل إلى سؤال، اكتب المصطلح العلمي الدال على كل عبارة من العبارات الآتية. واحد، صورة من صور الطاقة تنتقل من الجسم الأعلى في درجة الحرارة إلى الجسم الأقل في درجة الحرارة، يبقى دي تعريف الطاقة الحرارية. اتنين، الحالة الحرارية للجسم والتي يتوقف عليها اتجاه انتقال الحرارة منه أو إليه عند ملامسته لجسم آخر، يبقى دي تعريف درجة الحرارة. انتقال الحرارة خلال بعض الأجسام الصلبة من الطرف الأعلى في درجة الحرارة إلى الطرف الأقل في درجة الحرارة، يبقى دي طريقة انتقال الحرارة بالتوصيل، بأكتب انتقال الحرارة بالتوصيل. ننتقل إلى سؤال آخر وهو أكمل العبارات الآتية بما يناسبها. واحد، تتحول الطاقة نقط إلى طاقة نقط بالاحتكاك، يبقى الطاقة الميكانيكية إلى طاقة حرارية بالاحتكاك. اتنين،
تنتقل الحرارة من الجسم نقط في درجة الحرارة إلى الجسم نقط في درجة الحرارة. تنتقل الحرارة يبقى إيه؟ من الجسم الأعلى في درجة الحرارة إلى الجسم الأقل في درجة الحرارة. ثلاثة، تنتقل الحرارة بثلاث طرق مختلفة، هي الحمل والتوصيل والإشعاع، أو أكتب التوصيل والحمل والإشعاع. أربعة، تزداد درجة حرارة الأجسام بزيادة درجة الحرارة، يبقى بسرعة الأجسام وإيه؟ واحتكاكها ببعضها. عملية نقط بين إطار الدراجة والفرامل تتسبب في نقط درجة حرارة كل منهما، هي عملية إيه؟ الاحتكاك بين إطار الدراجة والفرامل تتسبب في ارتفاع درجة حرارة كل إيه؟ كل منهما. سؤال، علل لما يأتي. واحد، ارتفاع درجة حرارة إطار الدراجة بعد استخدام الفرامل مباشرة نتيجة إيه؟ إن احتكاك أو لأن احتكاك إطار الدراجة بالفرامل يحول الطاقة الميكانيكية إلى طاقة حرارية. اشتعال عود الثقاب عند احتكاكه بسطح خشن لأن الطاقة الميكانيكية تحولت إلى طاقة حرارية بالاحتكاك. ثلاثة، يسخن المسمار عند نزعه بقوة من لوح خشبي سميك. ليه؟ لأن الطاقة ميكانيكية تحولت إلى طاقة حرارية. أو نكتب إيه بقى الإجابة النموذجية؟ لأن احتكاك المسمار باللوح الخشبي أثناء نزعه يحول الطاقة الميكانيكية إلى طاقة إيه؟ حرارية. أربعة، فعلل عند تصادم جسمين معاً ترتفع درجة الحرارة عند نقطة التصادم. ليه لما بيتصادم؟ لأن التصادم ده إيه؟ إن في احتكاك جسمين ببعض، يبقى نقول إيه؟ لأن احتكاك الجسمين معا أثناء التصادم يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارتهما. خمسة، تزداد درجة حرارة الأجسام بزيادة سرعتها لأن إيه؟ لأن درجة حرارة الأجسام تتناسب طرديا مع سرعتها. ستة، انخفاض درجة حرارة قطعة معدنية ساخنة عند وضعها في كأس بها ماء بارد. ليه؟ لأن الحرارة انتقلت من القطعة المعدنية الساخنة اللي هي كانت أعلى في درجة الحرارة إلى الماء البارد اللي هي الأقل في درجة الحرارة. ما المقصود بكل من؟ واحد، الطاقة الحرارية هي صورة من صور الطاقة تنتقل من الجسم الأعلى في درجة الحرارة إلى الجسم الأقل في درجة الحرارة. اتنين، درجة الحرارة. يا درجة الحرارة كنا قلنا إيه؟ هي إيه؟ الحالة الحرارية للجسم والتي يتوقف عليها اتجاه انتقال الحرارة منه أو إليه عند ملامسته لجسم آخر. تلاتة، انتقال الحرارة بالتوصيل. انتقال الحرارة خلال بعض الأجسام الصلبة من الطرف الأعلى في درجة الحرارة إلى الطرف الأقل في درجة الحرارة. انتقل إلى سؤال، ماذا يحدث عنده؟ تمام؟ واحد، احتكاك إطار الدراجة بسطح خشن. إيه اللي يحصل؟ ترتفع درجة حرارة الإطار. اتنين، تلامس جسمان متساويان في درجة الحرارة. تنتقل الحرارة إيه؟ هل تنتقل؟ طب تعالوا نشوف كده، أنا قلت تنتقل، هل فعلا تنتقل؟ لا، تعالوا نشوف ونفسر. إن أنا عندي الجسمين إيه؟ متساويين، يعني درجة الحرارة متساوية، وأنا قايلة عشان الحرارة تنتقل لازم أن يكون في جسم أعلى في درجة الحرارة وجسم أقل في درجة الحرارة. يبقى أنا هكتب هنا إيه؟ لا تنتقل الحرارة بينهما. ليه؟ علشان أنا فسرتها إن هما جسمين إيه؟ متساويين. ثلاثة، تقليب كوب من الشاي الساخن باستخدام ملعقة معدنية. إيه اللي هيحصل؟ هتنتقل إيه؟ الحرارة من الملعقة إلى الإيد بالتوصيل والشعور بإيه؟ بسخونة الملعقة. أو زي ما إحنا مكتوب وشايفين، الشعور بسخونة الملعقة لانتقال الحرارة من الملعقة إلى اليد بالتوصيل. أنا بحب أفسر وبعد كده نكتب الإجابة اللي إحنا هنكتبها في الامتحان. أربعة، ملامسة جسم ساخن لآخر بارد.
يبقى تنتقل الحرارة من الجسم الساخن اللي هو الأعلى في درجة الحرارة إلى الجسم البارد اللي هو أقل في درجة الحرارة حتى تتساوى درجة حرارتهما. ننتقل إلى سؤال آخر وهو ضع علامة صح أو غلط أمام العبارات الآتية. برضو تعالوا إحنا مش بنقول صح وغلط ونحفظ، إحنا بنفسر ونفهم. أول حاجة بنقول إيه؟ تنتقل الحرارة خلال الأجسام الصلبة من طرف لآخر بالحمل. إحنا أصلاً ما خدناش إن في أجسام صلبة تنتقل الحرارة خلالها بالحمل، إحنا خدناها بتنتقل إيه؟ بالتوصيل. يبقى إذن هنا الإجابة إيه؟ الإجابة غلط. يبقى أنا فسرت وفي نفس الوقت إيه قلت الإجابة بتاعتي. بعد كده اتنين، يتوقف انتقال الحرارة من جسم لآخر على وجود فرق في درجة الحرارة بينهما. يعني ايه وجود فرق؟ يعني جسم يكون اعلى درجة حرارة وجسم تاني اقل في درجة الحرارة. ايوه فعلا، وده شرط من شروط انتقال الحرارة بين جسمين متلامسين. ثلاثة، تتناسب درجة حرارة الجسم تناسبا عكسيا مع طاقة حرارته. الاجابة هنا غلط. ليه؟ أنا قلت درجة الحرارة بتتناسب تناسباً طردياً وليس عكسياً. ليه؟ لأن هنا أما درجة الحرارة بتزيد يا ولاد، إيه اللي هيحصل؟ السرعة بتاع الجسم بتزيد. طب أدام إحنا قلنا إن السرعة بتزيد، مين اللي بيتوقف عليها؟ لو نفتكر كده نرجع في اللي هو طاقة الحركة، إن طاقة الحركة بتتوقف على مين؟ على السرعة والكتلة، بس إحنا بنتكلم هنا عن السرعة. يبقى السرعة هنا كبيرة، يبقى إذا طاقة الحركة هتكون إيه؟ كبيرة. فعشان كده بنقول إن بتتناسب درجة الحرارة بتاع الجسم تناسباً طردياً وليس إيه؟ وليس عكسياً. وإحنا فسرناها وعرفنا، يبقى لازم إن أنا بفهم وأفسر عشان أقدر إن أنا أحل صح أو أجاوب إجابة صحيحة. أربعة، عند احتكاك عود الثقاب بجسم خشن تتولد طاقة ميكانيكية. أنا جيت وقمت حكى عود الثقاب، يبقى دي طاقة ميكانيكية ولا هينتج إيه؟ هي الإجابة هينتج طاقة حرارية وليس طاقة ميكانيكية، يبقى العبارة إيه؟ غلط. يبقى كده نكون انتهينا من الجزء النهاردة في الحصة، وكنت معاكم الأستاذة أسماء بكر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.